لكن انا الخبر نزل بقول اليوم يعني على اليوم لا وبعدين يحصل لك نزل ذا امس اعتبر الخبر اليوم يعني اليوم بالجريده اخبار اليوم الشحيح يعني رد فعل ابيان برست اليوم انا نزل ذا بس علي يعني لا بس انا ما عاد غرها عاد اعتبر لا عاد ما غرها ناس تشتغل في كل مكان يعني انفجار انفجار اذا انت في بيان مش معقول سمعته اقوى انفجار حمقت انفجارات كلها في عندنا لا والله سلامات ما في ارواح ولكن يا اخوي رعب وارهاب وكله فيه سلامات